أخيرا عاد منتخب محاربي الصحراء إلى الجزائر محملا بالكأس العربية التي أحرزها على حساب تونس بهدفين دون رد. استقبل اللاعبون استقبالا رسميا وشعبيا كبيرا. في حدود الخامسة بتوقيت الجزائر وصلت الطائرة القادمة من الدوحة. خصصت السلطات لهم حافلة مكشوفة كي يتمكن الآلاف من الجزائريين الذين خرجوا في شوارع العاصمة من الاحتفال مع اللاعبين بذلك الفوز. أما في فرنسا وعلى الرغم من تحذير السلطات فقد احتفل الجزائريون بفوز فريقهم بكأس العرب. خرجوا في الطرقات بالأعلام الجزائرية خاصة في جادة الشانزليزيه التي حذرت السلطات من أنه يمنع فيها هذا النوع من الاحتفالات. وهذا ما أدى في النهاية إلى مصادمات بين المحتفلين الجزائريين ورجال الشرطة الفرنسية. 32 مناصرا أوقفوا و34 غرموا. طبعا كما كانت الأعلام الفلسطينية حاضرة طيلة مباريات كأس العرب بين المشجعين واللاعبين الجزائريين فقد كانت أيضا فرحة الفلسطينيين بهذا التتويج عارمة. نتابع هذه الصور من غزة والضفة الغربية. مليون شهيد الجزائر. الجزائر هي بلدنا الثانية وألف مبروك لبلدنا الجزائر. كل المدن الفلسطينية رام الله بداية. القدس. القدس رغم الاحتلال اللي أنت شايفه إلا أنه إحنا طالعين بدنا نحتفل زينا زي الجزائر. بالطول بالعرض جزائر عز الأرض. فلسطين جزائر إيد واحدة. ولا شعور لا يوصف يعني لا يوصف الشعور فرحة كبيرة أثلج صدورنا الصراحة يعني. اليوم استقبل لاعبو الفريق الوطني وكذلك الطاقم الفني والطبي من طرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ذلك في قصر الشعب بالعاصمة الجزائر. وأهدوه في ذلك اللقاء ميدالية الفوز والكأس أمام عدسات الصحافة الجزائرية. بالنسبة للطرف الثاني الذي حصل على المرتبة الثانية في كأس العرب الجانب التونسي حظي المنتخب التونسي والمدرب منذر الكبير باستقبال متواضع من عشرات المشجعين أثناء نزولهم بمطار قرطاج. قال المدرب منذر الكبير لمزيك إن فريقه استفاد من المباريات التي خاضها من أجل الوصول إلى النهائي وعدل من استراتيجيته في كل مرة لكن الحظ لم يحالف الفريق التونسي للفوز بالكأس رغم التركيز والقوة التي أظهرها اللاعبون. أما اللاعب حنبعل مجبري الذي قد تلقى رسالة دعم من فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد هزيمة النسور في كأس العرب كتب أنها أكبر مباراة في مسيرة حنبعل تنتهي بالخسارة لكنها بطولة يمكن لك يا حنبعل أن تفتخر بها. لكن مشاهدينا على المنصات كان هناك رأي جزائري ركز على التغطية الجزائرية للأحداث من قبل القنوات الجزائرية. مثلا هنا أبو بكر يقول كنا نشاهد مباريات دوري كأس العرب بصيغة HD FHD 4K لكن كل ذلك البصر الحديد الذي كنا نتمتع به ضعف أو بالأحرى تلاشى مع العرض المقزز لصور استقبال الفريق الوطني الحائز على كأس العرب للتلفزيون العمومي الجزائري. ماذا يكتب إيمان بدري؟ يقول أخيرا خرجت لنا صور واضحة ومليحة. يعطيكم الصحة وشكرا للتلفزيون الجزائري على الصور والفيديوهات التراثية التي قدمتموها. أما أدهم فيكتب صور حصرية لأحد لاعبي جبهة التحرير الوطني حسين بن عيادة سنة 1957 صور من الأرشيف بهدلتونا تنمر وغضب شعبي كبير من رداءة طبعا رداءة اليتيمة ويقصد باليتيمة طبعا التلفزيون الجزائري العمومي ويرفق هذه الصورة التي تبدو فيها نوعية الصورة غير جيدة. أما هنا يوسف له تدوينة يكتب فيها يوسف أسوأ ناقل مباشر في التاريخ علاش الصور مظلمين لا نعرف ولكن ريما عباس هل ترد على ذلك؟
تقول كنا نتمتع بجمال ألوان العلم الجزائري والفريق الوطني في قطر حتى وصلوا الجزائر، انعدمت الرؤية والألوان ربما سياق واحد في هذه التدوينات حول تغطية التلفزيون الجزائري. ولكن مشاهدينا عن الفوز وعن هذا الموضوع ينضم لنا من الجزائر العاصمة عبر الأقمار الصناعية الصحفي الرياضي ورئيس منظمة الصحفيين الرياضيين يوسف تازير. مرحبا بك سيد يوسف. أن تحصل الجزائر على كأس العرب قد لا يكون جديد على الجزائر، أن تكون في النهائي ولا تخسر. لماذا الجزائر منيعة على الخسارة عندما تصل إلى عتبة النهائي أو إلى النهائي؟ والله صحيح أصبحت الخسارة ممنوعة في قاموس منتخب كرة القدم منذ مجيء المدرب أو المدير الفني جمال بلماضي. هذا المدرب الذي أدخل عقلية جديدة أو جاء بروح انتصارية جديدة أصبح يعني انغمس فيها كل اللاعبين وحتى كل أفراد الطاقم الطبي والإداري ومعهم الجماهير التي لا أصبحت لا تؤمن بالخسارة، بل في كل مرة تتطلع إلى الفوز و تحقيق الألقاب مثل ما حدث في بطولة كأس العرب التي في الحقيقة هي أول فوز من نوعه أو أول تتويج للمنتخب الجزائري، لأن في عادة يعني هل نرى من كلامك أن السيد بوقرة قد وضع على نفسه اسما، وهو طبعا المدرب الجزائري الجديد بوقرة أو بوقرة كما يقول الجزائريون، قد وضع على نفسه مربعا أو ضمن خارطة بالماضي؟ لا، هو استمرار للعمل الذي يقوم به بالماضي. بوقرة هو موجود في الطاقم الفني الذي يشرف عليه بالماضي، هو المدرب المساعد لبالماضي، وطبعا تواجده على رأس المنتخب الثاني أو المنتخب المحلي كما يقال هنا في الجزائر هو استمرار للعمل الذي يقوم به بالماضي، بل هو استعدادا وتحضيرا لما هو قادم في المستقبل. يعني وأعطى أسرارها لبوقرة من دون شك روح المجموعة، روح الانتصار، العمل الجاد، اللعب من أجل المنتخب، من أجل العلم الوطني، من أجل إسعاد الجماهير الغفيرة التي تؤمن بقدرة وإمكانيات هؤلاء اللاعبين والمنتخب ككل. إذن بوقرة وضع المنتخب أو الفريق في نفس على نفس الطريق أو في نفس السياق الذي تواجد فيه المنتخب الأول الذي توج بكأس أمم أفريقيا قبل عامين بمصر. كيف يمكن أن يستفاد منه قاريا وربما عالميا أيضا؟ قبل بعد ربما 3 أسابيع الآن، اليوم في غموض حول إمكانية إقامة كأس أمم أفريقيا 2021 مؤجلة إلى مطلع 2022 بالكامرون، في غموض، ولكن نحن نتكلم على ما هو يعني حاضر. المنتخب الجزائري سيدافع من دون شك، سيدافع بكل قوة عن اللقب الذي توج به في كان 2019 بمصر، سيكون محل ربما محل أنظار الجميع، ستكون كل المنتخبات ستسعى كل المنتخبات للإطاحة به، ولكن المنتخب الجزائري لن يتنازل عن لقبه بسهولة، سيحاول الاستثمار في هذا التتويج العربي، سيحاول من دون شك ربما الاعتماد على اللاعبين الأكثر جاهزية من ناحية نفسية ومن ناحية البدنية. وطبعا أعتقد أن المدرب جمال بلماضي اليوم عنده حلول عديدة أو خيارات كثيرة تجعل من ربما من الهدف الذي يسعى إليه وهو الحفاظ على اللقب يعني شيء ممكن. صحيح أن الظروف تختلف، ربما الظروف تختلف، الأجواء ليست نفسها، لأن راح نلعب في دولة الكاميرون، الظروف والأجواء والملاعب ليست نفسها مثل ما هي كانت متواجدة سواء في قطر أو في مصر، ولكن نظن أن عزيمة وإرادة المنتخب الجزائري والإصرار والرغبة في التألق ستكون ربما حاسمة في مشوار الجزائريين. تحدثنا من العاصمة الجزائر ومبروك الفوز مرة أخرى. شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.